أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. تحول مشهد عروس حسن شاكوش وهي تسجد لله يوم فرحها شكرا على نعمة الزواج منه لمشهد آخر تماما، وهو تحرير محضر ضده واتهامها ليه بسرقتها وطردها من منزل الزوجية. ده طبعا أثار جدل كبير جدا على السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت، لكن حسن شاكوش خرج عن صمته مؤخرا ورد على كل اللي حصل. كمان علقت الإعلامية رضوى الشربيني على هذه الواقعة. طب يا ترى قال إيه حسن شاكوش وإيه هو تعليق رضوى الشربيني؟ ده اللي هنعرف تفاصيله دلوقتي مع حضراتكم في هذه التغطية. حررت أمس ريم طارق زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش محضر ضده بعد أقل من شهرين فقط من حفل الزفاف، بتتهمه فيه بسرقة منقولات زوجية وأيضا سرقة شبكتها واستيلاءه على إيصال أمانة كان لصالحها وهو بديل مؤخر الصداقة. قالت إن الخلاف بدأ بينهم منذ فترة كبيرة جدا، لكن هي تأخرت في تحرير هذا المحضر أملا منها في الصلح بينهم، إلا أنه قام بإرسال رسالة ليها برغبته في الابتعاد عنها وإنهاء هذه العلاقة الزوجية. حررت بالطبع النيابة محضر بالواقع وتولت التحقيق فوراً في هذه الواقع. لكن ما حدث خلال الساعات اللي فاتت الحقيقة خلى حسن شاكوش يخرج عن صمته عشان يرد على كل اللي اتقال وما تردد عنه من طرده لزوجته وكمان سرقتها. كتب عبر حسابه الشخصي على إنستغرام بوست وكتب فيه: مساء الفل عليكم جميعا، يمكن القصة دايما ناقصة والبيوت فيها أسرار كتير، احنا بنخاف على بنات الناس واحنا انهم اتربوا على كده. وايضا كمل كلام وقال وان حق الرد بيقول ان دي لسه مراتي وما يصحش ابدا اتكلم عنها حتى لو حصل منها ايه او صدر منها اي فعل. اشار الى ان اهل بيته وفريق عمله واقرب الناس لي اتأذوا جدا من الحوار اللي عملته ريم طارق زوجته، بس بما انها شاركت جمهوره بشيء جارح بالشكل ده فكل اللي يقدر يقوله انه بيحمد ربنا على نعمة السكوت وبيحمد ربنا على نعمة العقل وعدم الرد وقت المشكلة، وقال ان هو مش هيتكلم في حد. اما الاعلامية رضوى الشربيني علقت على هذه الواقعة وكتبت لحسن شاكوش بوست عبر صفحتها على فيسبوك وقالت له نصا: كده يا حسن تطرد بنت الجيران بعد ما سجدت لربنا سجدة شكر قدام كل الناس علشان اتجوزتك، لا وكمان تدخلها الاسم فقط بعد شهرين من جواز يا راجل. كمان وجهت بعديها كلامها لكل البنات وقالت: تقديرك للراجل اللي معاكي بيتبني على المواقف والعشرة ودول الإثبات الوحيد، فما تسبقوش الأحداث. وقالت: تقديرك ليه مش معناه انك تقللي من نفسك او تتنازلي عن اي حاجه تخصك علشانه. وكانت الحقيقه رضوى الشربيني في وقت سابق وقت ما حصل واقعه ان زوجه حسن شاكوش سجدت يوم الزفاف كانت مش حاسه ابدا الموضوع ده، وقالت ان ده رد فعل مبالغ فيه اوفر جدا، وقالت يا ريت محدش يعمل زيها وان ربنا موجود فاحنا نقدر نحمده طول الوقت، مش لازم ابدا ان انا اسجد وقت زفافي علشان اتجوزته. تصدر طبعا تعليق رضوى الشربيني على أزمة حسن شاكوش وزوجته ترند السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت والكل بقى بيتكلم عنه. أما زوجة حسن شاكوش نشرت مقطع فيديو ليها عبر حسابها على تيك توك بعد محضر السرقة اللي أجرته أو اللي حررته ضده، وهو غريب بعض الشيء الحقيقة. الفيديو ده ظهرت في المقطع الفيديو من داخل سيارتها وهي بتستمع لأحد الأغاني ومندمجة جداً معاها، وظهرت مرتدية دبلة الزواج، ما زالت مرتدية دبلة الزواج في مفاجأة صدمة رغم الأزمة. مشاهدينا بكده تكون انتهت كل تفاصيل لأزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق. على موعد دائما بالجديد، بشكركم جدا على اللقاء.